هما شاهدنا بالعديد من البطولات والمناسبات. هكذا إذا فاز الألماني ديما فيمار بالنقاط 30-26 30-28 و30-28 في الجولات الثلاث. والآن سنمر مع حضراتكم إلى المنازلة رقم 5 وهي في وزن 对印度男子71公斤级纯泰式规则的对抗，我们有请红方中国勇士。وزن 70 كيلوغرام. وزن 70 كيلوغرام. منازلة الرجال. ما بين الملاكم الصيني. زانغ ديزهانغ زانغ ديزهانغ 23 سنة عمره 1 من أصغر المشاركين في البطولة. حتى الآن فاز بخمس منازلات من أصل 9 وخسر 4. ومنافسه إدوين سامي من الهند. إذن منازلة ستجمع ملاكمين من آسيا. الخامسة من الزاوية الزرقاء يأتي مباشرة من نيوزيلندا وممثلا الهند. ترحب معا بإدوين سامي. هذا هو إذن الملاكم الهندي الأصل، إنما يحمل الجنسية النيوزيلندية، ويواجه الملاكم الصيني زانغ ديزهانغ. إذن يأتي وفي رصيده 26 انتصارا وثلاثة هزائم فقط وأيضا خمسة ضربات قاضية. نرحب معا بإدوين سامي. هذا إدوين سامي 30 منازلة في المجموع، فاز في 26 منها، خسر 3 وتعادل في 1. عمره 28 سنة، يعني هو أكبر سنا من الصيني زانغ. knee clinching just you can use your 100 degree behind the neck or you cannot punch or elbow behind the neck all the time protect yourself. يذكر الحكم الملاكمين بقوانين المنافسة وما هو ممنوع مثل الضرب بالمرفق او الكوع خصوصا خلف الرأس. وانطلاق المنازلة مع الجولة الأولى من 3 دقائق. إذا ثلاث جولات من 3 دقائق. الهندي أطول بقليل، 1.80 مقابل 1.75 للملاكم الصيني. الهندي كما قلت هو نيوزيلندي الجنسية ويعيش في نيوزيلند. إدوين سامي هو الملاكم الصيني زهانغ ديزهانغ الأصغر منه سنا ب5 سنوات.
23 سنة مقابل 28 لإدوين سامي. كذلك عدد المنازلات 30 أجراها لإدوين سامي مقابل 9 فقط للملاكم الصيني الذي يظهر هنا على اليمين. وبداية بالمراقبة من طرف إدوين سامي النيوزيلندي الهندي نيوزيلندي قبل توجيه لكمة لو أصابت الصيني لكان كلام آخر. لكمة باليسرى مباشرة قوية جدا. كانت لكمة خاطفة بحسن الحظ بالنسبة للصيني لم تصيب، لكن الآن هو يعتمد من جهته على الركلات. حاول الفرونت كيك لكن لم يوفق. تقريبا دقيقتين في هذه الجولة الأولى. صحيح أن هذه الفنون القتالية تتطلب قدرة كبيرة جدا على التحمل، لكن يأتي ذلك من خلال التمارين والتدريبات المتواصلة المستمرة سنوات وسنوات. والجمهور يتفاعل مع كل حركة تكون جميلة أو تكون متقنة، بالخصوص هو الإتقان والدقة، هذا ما يمكن أن يميز الأسلوب الذي ينال إعجاب المتفرج والمتابع. الهندي متماسك مركز جدا ويرد ولو بضربات قليلة مقابل نشاط كبير من الملاكم الصيني الشاب زهونغ. آخر الثواني واستفاقة على ما يبدو من الناحية الهجومية من طرف الهندي النيوزيلندي إدوين سامي. ونهاية الجولة الأولى. وفي نهاية كل جولة يقدم القضاة النتائج، أي النقط التي استحقها كل واحد من الملاكمين في تقديرهم في نظرهم للحكم الذي يحتفظ بها إلى غاية اختتام النزال بشكل رسمي. الآن إلى الجولة الثانية. الأزرق إدوين سامي نيوزيلاند، والركن الأحمر للهندي للصيني زهانغ ليزهانغ. ربما سنكتشف أكثر خبرة الملاكم الذي يظهر الآن على الجهة اليسرى وهو الهندي اللي قلت حامل للجنسية النيوزيلندية ويمثل نيوزيلند بالذات في البطولة إدوين سامي، مقارنة بحيوية ونشاط واندفاع الصيني زهونغ. Yeah.
والفنيات هكذا تظهر لدى أو من طرف الملاكمين بتبادل كل هذه الضربات، وكل واحد يختار ويختار اتباعا في كل لحظة ما يناسبه ليبادر سواء باللكمات أو الركلات. هنا لو كيك باليمنى بالساق الأيمن من طرف إدوين سامي، لكن الصيني بالدوران حاول أنه يجد طريق ليسجل نقطة، والجمهور لذلك يتجاوب الآن بأكثر حرارة مع هذه المحاولات. أقول أنها محاولات حتى الآن، مجرد محاولات ليست صائبة في كل الأحوال بالطبع، إنما شيء جميل أن الغير عارفين بخبايا وأسرار وقوانين وفنيات هذه البطولة يكتشفون اليوم كل هذه الحركات من الناحية الفنية والتصرفات من الناحية كذلك المباشرة للتعامل سواء في حالة الدفاع أو للرد بسرعة كبيرة، خاصة إن كانت الضربات أمامية. وأي لحظة من غياب التركيز يمكن أن تكون حاسمة لتوجه الضربة القاضية من طرف أحد الطرفين في هذه المنازلة أو غيرها. آخر ثلاث ثواني في الجولة الثانية ونهاية الجولة رقم 2، وتبقى أمامهما الجولة رقم 3. ونشاهد مع حضراتكم هايلايتس، ملخص وجيز لأهم ما ميز الجولة الثانية قبل المرور إلى الجولة الثالثة. واستئناف المنافسة ما بين زهانغ ديزهانغ من الصين، وهو يبدو في الصورة على الجهة اليمنى، وإدوين سامي من نيوزيلاند. نتيجة تبدو متقاربة بعد الجولتين الأولى والثانية، لكن الجولة الثالثة يمكن أن تنهي هذا النزال قبل الأوان، نظرا لكون الصيني يبدو أكثر عزيمة على الحسم. إذن قوة وتحمل ومثابرة أكثر من طرف إدوين سامي، ما يميز الملاكمين في هذه الرياضة الشجاعة والإقدام وقوة. هنا في بعض اللكمات من طرف الصيني بالإضافة إلى ركلات، وكأنه أراد أن يبتعد عن منافسه من حيث النقاط على الأقل، يعني إن لم تنتهي المنازلة بالضربة القاضية لصالح الصيني
أتوقع من خلال قراءتنا لبداية هذه الجولة الثالثة أنه يريد على أقل تقدير أن يفوز بفارق معين من النقاط، يبحث حاليا على تحقيقه، رغم أن الملاكم الآخر إدوين سامي يبدو قادر بربما حجم آخر، بحجم واسع من الركلات واللكمات على أن يحقق الفوز. إذن صعب أننا نرشح واحد من المتنافسين إلى غاية ربما ختام هذه الجولة الثالثة. دقيقتان وتبقى دقيقة واحدة، والصيني لا يزال هو الأكثر مبادرة، هو الأكثر خفة، هو الأكثر توجيه لعدد كبير جدا من الضربات والركلات، خصوصا اللكمات، لكن مع ذلك يبقى إدوين سامي صاحب الهدوء والرزانة والتركيز وحتى الثبات، ولو أنه يرد فقط من حل آخر. هنا الهاي كيك بالرجل اليسرى ويسقطه الصيني زهونغ. رغم أن الصيني أقصر منه قامة لكنه أكثر خفة وأكثر شغل من الناحية الهجومية، وآخر اللحظات ونهاية المنازلة ليتدخل الحكم للفصل ما بين الملاكمين. هذا هو الصيني زهانغ دي زهانغ الذي كان وصاحب المبادرات بنسبة عالية جدا وبرتم وبعدد أكبر في الجولة الثالثة مقارنة مع الجولتين الأولى ثم الثانية. لذلك يتحمس الآن الجمهور الصيني متطلعا إلى الإعلان عن فوز الصيني. الصيني الأصغر سنا والأقل تجربة، لكنه شاب واعد. النتيجة الأولى 30-29 للهند. النتيجة الثانية 30-29 للهند. النتيجة الثالثة أيضا 30-29 للهند. ويتفوق هكذا الملاكم الشاب الصيني زهانغ ديزهانغ، هو البطل، هو ذا وينر بالنقاط 30-29 في الجولات الثلاث، رغم صغر سنه مقارنة مع الملاكم النيوزيلندي من أصل هندي إدوين سامي، إلا أن الصيني صاحب 23 سنة هو الذي يتفوق من مجموع الجولات الثلاث في نهاية هذه المنازلة رقم 5 للبطولة، بطولة الولين فينغ MMA Championship دبي 2013 هنا في مركز دبي التجاري العالمي World Trade Center. على أن نتواصل مع حضراتكم حين تستأنف المنافسات، لأنه من المفترض أن يكون هناك استراحة ستدوم بين ربع ساعة 15 دقيقة تقريبا، نعود بعدها حوالي ربع ساعة إذا من البريك، ونعود مع حضراتكم إن شاء الله إلى بقية منازلات ومنافسات هذه البطولة الكبيرة